بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم مهندس أحمد الرحمن رياض من جي اف اكس اكاديمي دوت نت. النهارده هنتكلم على فتفوتة صغيرة قوي قوي قوي، هي مش درس لكن حاجة بتقابلنا كلنا. ساعات بنبقى بنعمل ريندر لمشروع معين، والمشروع بيبقى طويل لدرجة إن أنت مثلا هتسيب الجهاز فترة يرندر وعايز تنام مثلا، أو أنت مثلا خارج وعايز الجهاز يطفي لوحده بعد ما الريندر بيخلص. بصراحه انا اتعرضت لها في العمل اللي فات اللي كان للتلفزيون المصري. كنت برندر 4 مشاريع ورا بعض، وطبعا كنت محتاج ان انا اسيب الجهاز فتره وبعد كده الجهاز يطفي لوحده. فبصراحه يعني وانا بقلب في سينما لقيت في حاجه اسمها ريموت، يعني في الريندر سيتنجز في الافكتس حاجه اسمها ريموت. انا اساسا اللي لفت نظري، يعني انا بصراحه ما كنتش بجرب بهدف ان انا اطفي الجهاز، بصراحة انا كنت بجرب كل دول، يعني كل واحد عايز اعرف البارامترز بتاعته بتعمل ايه. في حاجات كتيرة ما كنتش اتعرضت لها من ضمنها ريموت. لما ضغطت على ريموت لقيته بيقول لي اكسترنال ابلكيشن، فلما لقيت دي قلت بس يبقى هو اكيد ده بيخلي السينما ينفذ امر معين بعد ما الريندر بينتهي او بعد ما يعمل عملية الريندر. فجات لي فكرة في امر كنت انا اعرفه من زمان قوي قوي قوي، هو امر في الدوس، عباره عن امر اسمه شوت داون. يعني امر الشوت داون ده هو بيطفي الجهاز بتاعك بعد فتره معينه انت تحددها، او اوتوماتيك على طول، او ممكن انك انت تطفي جهاز واحد تاني على الشبكه. ما علينا من الامر، الامر بصراحه جميل جدا، ولو انتوا عايزين تعرفوه او تعرفوا امثله عنه روح لرن واكتب سي ام دي واكتب شوت داون مسافه سلاش علامه استفهام واضغط انتر، هيجي لك كل البارامترز اللي بتمشي مع امر شوت داون. طبعا تقدر تحط كذا امر ورا بعض من دول، بس خلي بالك في اوامر لازم ترتبها. ما علينا من الموضوع ده. فانا جيت عملت حاجه بسيطه قوي، جيت عملت ملف تكست زي ما انتم شايفين، حطيت ات ايكو اوف عشان ما يكتبش حاجه في الكوماند برومبت بتاع الدوس، وكتبت له قلت له شوت داون مسافه ناقص اس. خلي بالك انك لو كتبت دي ار مش اس هيعمل ريستارت، ناقص اف علشان يعمل فورس او عشان يقفل كل العمليات اللي مفتوحه، ناقص تي عشان تايم وبديله 120 ثانيه. طبعا تقدر تغير ال 120 ثانيه دول زي ما تحب، تقدر تخليها صفر علشان يقفل على طول. طبعا 120 ثانيه هيطلع لك عداد او يطلع لك رساله ان الويندوز هيقفل بعد 120 ثانيه، بحيث انك تحفظ اي عمل انت عايزه. بعد كده تضغط على ملف فايل تقول له سيف از وتسيفه دوت بات دوت بات. خلي بالك ملف البات ده دبل كليك ينفذ اللي جواه. فانا عملت ايه؟ عملت الملف ده وحطيته على الديسك توب، واوعى تسميه شوت داون عشان ما يفضلش يعمل سلسله اوامر او يعمل لوبينج، يفضل ينفذ الامر او الامر اللي جواه كذا مره ومش هيطفي الجهاز، فده خطر جدا على الجهاز. سميه اي حاجه تانية الا انك تسميه شوت داون. بعد كده روح للرندر سيتنجز، بعد ما تظبط الرندر بتاعك روح لافكتس قول له ريموت، اعمل براوز واختار ملف البات. يبقى بالمنظر ده بعد ما الريندر ينتهي هيقوم منفذ الامر ده ويطفي لك الجهاز بعد عمليه الريندر. دي كانت فتفوته سريعه جدا من فتافيت سينما 4D. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.